ذهبت للمعارض. نعم. يقول السائل: ذهبت لمعارض بيع السيارات تحت الميكروفون، وقال المشتري: أشتري منك كوم حديد، فما حكم ذلك البيع حيث إنني بعته؟ ما يصلح، ما يصلح هذا. هذا معناه أنه لو ظهر فيها عيب إن ما له حق الرد، وهذا لا يجوز. بل إذا شراها فإذا ظهر فيها عيب لم يشترط، لم يبينه، إذا ظهر فيها عيب لم يبينه البائع فإن للمشتري الخيار، فإن للمشتري الخيار. فإذا قال شريت وأسقطت الخيار أنا قابلها على أي وضع، هذا لا يجوز، ما فيه من الغرر والجهالة وأكل أموال الناس. فلا بد أن يبين ما فيها من العيوب. نعم. وسبق لكم إذا صدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان والوضوح في البيع والشراء، لا يكون هناك خديعة، لا يكون هناك جهالة تغرير. فالبائع إذا كان يعلم أن في السلعة عيوب يجب عليه أنه يبينها. نعم.